بسم الله الرحمن الرحيم. الأيام تمضي وتداعيات الأحداث تبدو ظاهرة للعيان، في غزة، في السودان، في الجنوب، في مناطق عديدة. لكن مصر بحكمتها وقدرات قيادتها ورسائلها للداخل والخارج إنما تؤكد دوما أنها تمضي في طريقها إلى الأمام ولا تتخلى عن ثوابتها الوطنية أو القومية. خلال الأيام القليلة القادمة سوف نشهد حدثا مهما على الصعيد المصري، أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي للقسم لفترة رئاسية جديدة بعد 10 سنوات قضاها رئيسا لمصر تحقق فيها الكثير من الإنجازات، وغدا بالتأكيد سيكون على الأجندة الكثير أيضاً.